منذ إعلان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية إلا وأثيرت التساؤلات حول مصير الاقتصاد العالمي مع الشخص القادم الذي سيجلس في سدة المكتب البيضاوي، لكن الأمر أخذ اتجاهات أخرى بعد إعلان ترامب عودته للمنافسة على منصب الرئيس، وهو الذي فرض سياسات اقتصادية أثارت مخاوف العديد من دول العالم المنافسة اقتصادياً لأمريكا. والحديث هنا عن التنين الصيني. ومن بين كل هذه المخاوف يظهر القلق من إمكانية قيام ترامب في حالة فوزه بقلب النظام المالي العالمي رأساً على عقب، من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية وإصدار ديون بتريليونات الدولارات وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، خاصة أنه تعهد خلال برنامجه الرئاسي بفرض رسوم جمركية 10% على الواردات من جميع البلدان ورسوم جمركية 60% على الواردات من الصين، ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف. كذلك ينتقد دونالد ترامب دعم الولايات المتحدة لكييف، ويشكك في حلف شمال الأطلسي الناتو الذي يدعم دفاع أوروبا، وهو ما قال إنه سبب الأزمة الاقتصادية في بلاده. لذلك يفضل قادة العالم وخبراء ومحللو الاقتصاد فوز هاريس للإبقاء على سياسات الحزب الديمقراطي، والتي اعتمدت على التعاون متعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية.